يا عراق شنهي القصة؟ فرهود صرت على الدول والكيكة بيك تقسمت والشعب ما خذ حصة. يا عراق شنهي القصة؟ شعبك تعب من هالدرب، من آدم لهذا الوقت ما شفنا برضك بس حرب والشعب ميت نصه. يا عراق شنهي القصة؟ وين اللي يخاف على الوطن؟ وين اللي يقول أنا الأبي؟ ترضون اللي تعلى الشأن معروف هسه بلصة؟ يا عراق شنهي القصة؟ الطفل منك يا وطن بقماطة شايل غصة، ابنك تعب يا موطني والتعب بان بقصة، ذاك تعلى بهيبتك هسه بسمعتك نصة. فيقول العراق راجع أنا فوق الدول، وصيتي رجع للقمرة، المستضعف عراق العرب ترهب عيوني الحمرة، معروف أنا بسوح الوغى أنا بن ذيك السمرة، أنا بن جمجمة العرب بل أنا روح الشذرة، لا داعش ولا قاعدة هبينا بيهم غبرة، لا طائفة ولا تفرقة ما عدنا هاي النبرة، السنة خيط ومن لضم والشيعة عدنا الأبرة، جامع حسينية كلها رمز لأرض الوطن، أرض الكنيسة وحضرة، الدنسة وأرضي لكن خلينا بيهم عبرة، ويفرق بين الشعب حفر لبيده قبرة. تحية طيبة أحبتنا مشاهدي قناة سامراء الفضائية، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله في برنامجكم الأسبوعي خيمة وقصيد. هذه القصيدة اللي سمعتوها بهذه اللحظات هي مهداة لأبناء شعبنا الغالي ولأرض وطننا الواحد، حقيقة بعد الأحداث الأخيرة اللي حصلت في محافظة ذي قار، اللي هي تعتبر قصة حزن في عموم أبناء شعبنا العراقي الواحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ دماء أبناء شعبنا الواحد وأن يعود الأمن والأمان لكل أبناء عراقنا الحبيب. حياكم الله في هذه الأمسية برفقة ضيوفي الأعزاء القديرين في مجالهم الفني، بدءا مع الفنان عمر الشاهين والعازف سمعة الجبوري، وفي المجال الشعري أخونا الشاعر محمد الصالح وغانم العبيدي، فحياكم الله. باسم مشاهدي قناة سامراء نرحب أجمل ترحيب بضيوفي الأعزاء بدءا مع الفنان عمر الشاهين. حياك الله يا أخوي عمر. الله يبارك بيك، احنا طبعا الله محييك. يا مرحبا بيك ضيفنا العزيز، ونتشرف بهاي الدعوة، نورتنا وشرفتنا جنابك، وطبعا تحياتنا الى قناة سامراء الفضائية. يا حياك الله. برنامج خيمة وقصيد، تحياتي لك خلف الكواليس المصورين، الله محييك المبدعين. تحياتنا للمخرج، تحياتي الى كل اهلي وناسي بالعلم بالشرقاق يستاهلون والله، العراق ناسنا طيبين. تحياتي الى طبعا خصب الذكر اهالي البيضة، تحياتنا لعازفنا المبدع سمعة الجبوري، نورنا اليوم والله، حياهم الله، حياهم الله. تحياتي للغالي اللي رافقني خلف الكواليس سمعة حمدان ابن تحياتنا الى اكيد اخونا العزيز، يبارك بيك. صراحه سمعنا بدايه الجلسه يا اخوي، والله بما انه انت بديت عن الوطن انت أي. تجبرنا راح على الوطن. لا والله يستاهل الوطن. فنسمع الموليه يلا. طبعا كلمات الشاعر السوري ابن سوريا الشاعر ماهر عقلة، تحياتنا له طبعا عبر قناتكم الموقرة ما شاء الله. سمعنا الموليه سمعة، هي سمعة وتعيش، قاع هادي مرتب راح يجمل الجلسه بقاعات الذهبية. يلا طبعا بما انه الكلام جديد اي يعني الكلام جديد اليوم كله جديد لعيونك، يلا تعيش، فمجبورين انه نقرا من الموبايل. اها. العين موليتين عالعين مولاي، الصهر بين وجره لعبه سياسيه. اي أيوة والله شلون لعب، العين
شفنا في وطننا ظلم واصبحنا بها اغراب، قلت الشعب هاجرة وملوا عتل يراب. اي والله وانقتل منهم ثليث ما عرفوا ولا اسباب، ظل في وطننا ثليث ما يشبع المي ابد. العين موليتي ان العين مولي، الصهر بيلو جرى لعبة سياسية كلها من السياسة والله. أيوة. باقى فرح تغاصب يا شعبنا الغالي، النفط قوت الشعب وياهن موالي. خلاك جلد وعظم ذباك بالتالي، تركض ورا عيشتك تعبان يومية. العين موليتي ان 12 مولية، الصار بي لو جرى لعبة سياسية. تعيش يا عمر. تعايش. هيهات ترجع بعاد احوالنا وتمشي، ونذوق طعم الفرح مخرب وكل شي. الله على اللي قتل والباق واليرشي، كوني هلك بالعجل ما يرحم بشي. العين موليتي ان العين مولي، وصار بينا وجرى لعبة سياسية. الله 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 عليك. تعيش وتسلم، ما شاء الله عليك مبدعنا فناننا الرائع عمر شاهين، وما شاء الله على اخونا سمعة الجبوري. وان شاء الله العراق، ان شاء الله يا ربي الله يحفظ عراقنا من شمال الجنوب ويوحدنا سنة وشيعة. اللهم امين. اي والله احنا كنا ولد هالوطن. اي والله اللي يروح هو من عندنا من شيسنا. نعم. اذا ابن الجنوب ولا ابن الشمال ولا اليزيدي ولا المسيحي الصابي، ما شاء الله عليك كله هو من شيسنا. اي والله شلون لا، ربي يحفظ الجميع. بارك الله بك، الله يحفظك تعيش وتسلم. راح نعاود لك ان شاء الله مره ثانيه. نحول المايك لاخونا محمد الصالح بدل مع شعرانا الشباب. اخوي محمد حياك الله. حيا الحبيب. يا مرحبا بك ببرنامج خيمه وقصيد. ما عليكم زود، الله محييكم وتحيه لكل من يستحق التحيه. وعلى راسهم الاخ مردان العبيدي. تحياتنا له اكيد اخونا مردان، بارك الله بيك. يستاهل والله اخونا مردان. اي والله يوصلوا ان شاء الله. محمد صالح قد تكتب؟ والله اكتب من 2008 بس كنت يعني ما ظاهر للاعلام. اها هذا اول برنامج لك؟ اول ثاني تقريبا ثاني مره ثاني ظهور لك. ان شاء الله الموفقيه ونتمنى لك النجاح الدائم. ايش راح سمعنا بهذه اللحظات؟ والله ما زالكم بديتوا على الوطن. اي نشلب معكم يلا على احداث هالنبذيقار بارك الله بيك. رساله من العراق الى من خرب العراق. نعم. والى العراق. نعم. اقول صرنا نعرف كل شيء ونعرف الخراب. اي صح صحينا وهم مسامعنا طربت، كنا مخدوعين بيكم من زمان وقلنا بل شموعنا اليوم شهبت. لاحظين العكس من عدكم حرام، حيث بيكم والله بلاد جربت. يلي دمرتوا البلد وين العراق، من فعلكم شمسنا والله غربت. نعم. أهداف عدكم ردتوا أهل تقسمون، ويا ما يديكم للأهداف ضربت. أهداف رادت تنهض بواقعنا ليش دمروها وبالسجون تعذبت. صرنا نعرف
كل شي عنكم يا الخزات والخفيتوها علينا تسربت سربة. اللي أشرفكم أشرفكم مثل سروال ذيج الودعت نوزاد وبحمد رحبت وزعت جابت تمول كل زقاق وبين أهلها تصير هي الحاربت وما رضت يحجون عنها بأي كلام يا ما تحجو بالشرف يا ما كذبت واخدعت يا مش كثر ناس ضعاف وجربت يا مل حواليها جربت ساد سمها بناس فقرا بهذلين ويا مناس أشراف باطل خربت وجوكم أبناء البلد متحزمين وبعزمهم منا الأهداف قربت لكن الخبث الحقيقي واجهوه وما يهمهم حتى لو شمس غربت قاموا أبناء العراق بكل سلام جنود منكم ليش الأبطال ضربت تعرفون إنكم غديتم فارقين وتعرفون إنها النهاية وقربت قمت تغتالون برجال ونساء عن كلام الحق لن هي عربت ما دريت الحق بين يا حرام يموت واحد عشرة خيام انصبت من الحويجة ورايد نوصل كلام من الحويجة ورايد نوصل كلام الكل هن بالجنوب اللي قضبت ذي خيام العز عدكم يا الأبات ومن وسطها الانتصارات طربت لكن ارجاكم يا خوت الاحتياط حيث صارت بالحويجة من غضبت تحولت صارت علينا وبالخراب كل مجار الخير من عدنا ضربت كسروها وطبعوا واقع أليم وسلموها لداعش وداعش سبت وهدموا كل ما بنينا الحاقدين ودمروها وأكثر الناس هربت وشوهوا رادوا محيها من الوجود بحيلها لها وتنكسر لكن أبت احذر انذال البشر متآمرين ان خاف لا بيكم يعيدوها خربت ويا اهل ذي قار يا اهل ذي قار ما اعرف شقول ارد اوصف والوصف عدكم يقف راح اعوف الوصف من عدكم بحيث الطيب بيكم مرتبط بهل النجف وخاف اسولف ما اوفيه الكلام ابطارها الميسان والحج يختلف وعلى المثنى وبابل وبصرة الصمود بصرة السياب للعالم شرف وكربلاء العز والخير العظيم بيهب الأطهار والعالم يجف والديوانية اللي زفت كل شهيد وكل عراقي صاحب الحب والعطف واسط العز الحقيقي والشموخ ومن شمال الخير موصور اللطف موصل وأربيل كركوك السلام ومعزب الأنبار على الخاطر حلف سليمانية الأحرار ودهوك الجمال ديالة الأسرار تكريت السلف بقوة الله نتحد أهل العراق إن شاء الله نعود كلنا بوسط بغداد النقف بقوة الله نتحد أهل العراق نعود كلنا بوسط بغداد النقف إن شاء الله آمين وصح الله لسانك تعيش وتسلم أخوي محمد مبدع متألق بارك الله بيك شكرا على هذه الرسالة السامية وإن شاء الله نعود من جديد ببغداد مثل ما أشرت وإن شاء الله يبقى الأمن والأمان تحت خيمة العراق الواحد بارك الله بيك نروح لأخونا أيضا الشاعر الشاب غانم العبيدي حيا الله أخوي غانم حيا ودوم بالبداية تحية لكم وقناة سامر راب حياك الله أخوي برنامج خيمة وقصيد يا مرحبا ونشكركم على هذا الدعوة الله يسلمك وبارك الله بيك وإن شاء الله تكون مبدع موفق إن شاء الله شو راح تسمعنا بعد ما سمعنا على الوطن من محمد ومن أخونا الفنان عمر شاهين والله ما أطول بديتوا على الوطن نعم أجاريكم بالوطن بالوطن إيه إيه والله بداية بيت زهيري بيت زهيري راح نتعبك يا سمعة اليوم على راسي يا حبيبي الله يسلمك تقول سني أيام الزمن من العمر سني سني والدود شاله مش ما خلاش يبسني اي بين علي الكبر وانا بزغر سني سني وعمره انا مثل النهر راح وتبدى وجرى والناس كلها بجت عصار بي وجرى الله سألوني عن حالتي شنها اللي صار وجرى قلت العمر انقضى من صرنا شيع وسني الله 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 اي والله والقصيدة اوجه لكم رسالة من صلاح الدين سنة وشيعة اخوة نظل عراقيين عافية غانم ايه
أوجه لكم رسالة من صلاح الدين، سنة وشيعة أخوة نظل عراقيين. نعم. ما نريد اللي يفرق بيننا بنوب، نظر كل إحنا واحد ما نصير اثنين. اسأل التكريت أخت البصرة خد ميسان، منو ذي قار؟ قالت هاي نور العين. واسألتها على النجف من كربلاء شصير؟ قالت ذني بيهن ريحة حسين. ترى الغربية كلها تحب الجنوب، وكلنا بقلب واحد موش قلبين. ترى الغربية كلها تحب الجنوب، كلنا بقلب واحد موش قلبين. نبقى احنا وياكم احلى اخوان، واكثر شي نكره الطائفيين. حط ايدك بدي وشوف شي يصير، وتعالوا ياي خلا نحط قوانين. اي واحد يفرق ينحكم اعدام، يستحق اعدام كل من قال متفرقين. ونحط قانون، نحط قانون ممنوع التفاهات. انا وياك ابد ما يوم مختلفين. الدين، الدين اللي يفرق بينا انا وياك، ترى والله كذب والله غلطانين. اخوي انت وحطك تاج فوق الراس، واللي يذمون فينا ذولا متخلفين. نصلي نصوم كنا ونقرا قران، اذا ماكو اختلاف بلوب الدين ابد. اذا ماكو اختلاف، بارك الله بيك وان شاء الله ماكو اي اختلاف. تعيش وتسلم اخوي غانم، بارك الله بيك. نحول المايك لاخونا الفنان عمر الشاهين قبل ما نروح فاصل. إلك الوقت وإلك الجو بالبارت الأول، وش راح يسمعنا بعد ما سمعنا للوطن؟ الروح حزان شوية، الروح للحزان. أي والله عاد لازم نكسر الجو، لأن هسه العالة العراقية هي بليش، هي تعبتها الظروف، وهاي ظروف كورونا. الله يبعد عنكم عن السامعين والسادة المشاهدين الوباء والبلاء. العتابة ويا حلاها العتابة، لون الغربية بعد. يلا يا أخوي عمر، ابشر ابشر. هي اسماعيل على قولة يقول انت والمدحجين والمدحجات. الله الله. اي أيوة والله بارك انت كريم عمي، واحنا نستاهل. على راسك تعيش. عقبهم دام بيها يا بالله. على المقابر يا العيون ترض عوز المقابر. Yeah.
ونبجواج يمه يا ولي يا ولي يا ولي يا عين هادي يا تعيش تعيش بارك الله فيك تعيش بارك الله بيك يا اخونا المبدع الله يبعد عنك الهم والحزن بارك الله بيك وشكرا لاخونا سمعه الله يسلمك احنا وحبايبنا امين يا رب وطبعا بالذكر اوجه تحيه للابو حامد الحسن والنعم والله والله والنعم والنعم شيخ عبد الرحمن الحامد ابو مصطفى ما شاء الله بارك الله بيك الله يسلمك تعيش وتسلم ان شاء الله وقبل الختام راح نترك لكم وقت لتوصون التحايا والسلام لكل احبتكم راح نبقى متواصلين وياكم احبتنا المشاهدين مع ضيوفي الاعزاء من برنامج خيمه وقصيد نروح الفاصل ونواصل خليكم ويانا Thank you.
تزاحم من جفاهم شوف عن يا ولو تزاحم من جفاهم شوف عن يا با يا جدام معاهم زير حياكم الله مرة ثانية أحبتنا مشاهدي قناة سامراء الفضائية. قبل الفاصل كانت هنالك جولة من الإبداع برفقة ضيوفي المبدعين والمبتعين بالتغني بحب الوطن الحبيب. أما بهذه اللحظات ننتقل إلى أجواء الفرح مثل ما وعدنا قبل الفاصل. أخونا عمر الشاهين حياك الله فنان المبدع. الله يبارك فيك. أريد عاد شيء لفرح قلوبنا، ترى تعبنا من الحزن يا عمر. أبشر إن شاء الله يبعد عنا الحزن وكل وجع. بارك الله بيك. ويك وحل العين شل حوالي شتال ابوها الليلة وياك التالي، مكون ابن امن ما جبتك حليلة والله لحرم الغترة والعقالي قولوا فعل ما هبهرج وصياحي شل بعزوت اليوم هاك سلاح محجز ساس احس وطق جناح يوم مذعبي وصاحت يا خيالي. يلا سمعة تطبط بعد بيها اليوم كل جديد معظر لك. نعم والله لخوض النار حد الهامة ما هي ندام ابنه شفت الهلع يوم تقوم القيامة أول عمامج لا يصفى بالدالي حوم الصقر ناحوه مع الطيريده وشي القليب ما يرضى بواريده مثل ذيب المرقاب الجاه الصيد تاج العرب كم الروس المفالي. يلا روح سمع يلا موسيقى
عاهلج لقلبها من جواهم ودع الفشك زخ المطر فوقاهم قاعاهلج لقلبها من جواهم ودع الفشك زخ المطر فوقاهم فوت السبع لا فوتنا بحماهم أول عمامج لا يصفى بالتالي فوت السبع لا فوتنا بحماهم بخوتج وبعمامج ما نمبالي جي السبع لا جيت طارد خوفي خلى الزلم جدام توقف صفوفي جي الزلم لا جيت طارد خوفي خلى الزلم جدام توقف صفوف قابا هلج صارت مسلة يوفي غيرج خليل أذي ما نمبالي قابا هلج صارت مسلة يوفي غيرج حليل لي ما نمبالي الله الله خذري عمامج لو رادي حيرونج روس الزلم عالي هنا ويسيرونج خذري عمامج لو رادي خيرو روس الزلم عالي هنا ويسيرونج لها لسوى سواتي لو قالوا مجنونج سوات المهلهل وابو زيد الهلالي يوم موقف حل العين شل حوالي جدال ابوها الليلة ويا جدالي يما ويكحل العين شل حوالي جدال ابوها الليلة ويا جدالي ما كون ابن امي ما جبتج حليلة والله لحرم الغترة والعقالي ما كون ابن امي ما جبتج حليلة والله لحرم الغترة الغترة والعقالي الله الله تعيش سمعة تعيش بارك الله فيك بشوية بس أنت كبير تعيش ويعيش سمعة جبوري ومبدعين حقيقة وثنائي جميل أضفتوا لمسة جميلة بهذا الإيقاع وهذه التوليفة مع صوت أخونا الفنان عمر الشاهين بارك الله فيك تعيش وتسلم من حول المايك لأخونا محمد الصالح تفضل أبو أبو جاسم حياك الله مرة ثانية أخوي محمد قبل الفاصل كانت أبياتك عن الوطن عن محافظاتنا العراقية الحبيبة بهذه اللحظات ايش راح تسمعنا يا محمد والله انا الشهيد عن الشهيد وعن كل شهيد طبعا بارك الله فيك الله يرحمه واخص بيها ان شاء الله او عامة نعم ايه فارقونا ايش كثر خوان وشباب وراح وين الزين والغالي وسبع وبيه موقف وما رفض شيء خلاص وعلى الغوانم شيخ يا ياب وشجرع رايحين وما نسيناكم حرام يل وجهكم صافي يشبه بالشمع ما رضيتوا بصحبة اخباث الرجال وتعرفون الزين انتم من البشع الله اعطاكم تميز تعرفون ويمكن الشيطان منكم ينصدع ربي يرحمكم جميعا يا الأبات وهم معاكم صاحب راح ويدع في غيابه صابني هم عظيم ومن بعيد أصوات قلبي تنسمع راح لكن أذكره ليل ونهار حيث عقبه داخل الهم انجمع ما أصدق راح ميت من زمان وما أقولكم شال عقلي بشلع راح مني أتأمله حتى بالمنام الله وما تذكر صابني هذا الجزع حتى هاي الناس ما حس بيها حيث العيشة من بعده صدق صار الدفع وما مصدق هو ميت وارتجيه لي يرجع وإحنا لازم ننجمع حتى أذكر عزبت آني بعزاه وحاولت أقنع معاهم بالوضع سولفولي تحججاو أمر الإله والله رحت لقبرك وما مقتنع سولفولي تحججاو أمر الإله والله رحت لقبرك وما مقتنع وينك أنت أخاي برجع بس تعال من جهالك صاير بقلبي قطع من شفتهم مرة صدفة وما حكيت لكن أذكر شيء
من جسمي طلع، مدري قلبي مدري عيني، وما دريت وهيج صدفة وبالغلط راح الصبع فوق خده وحركتهن شي بسيط، أثاري ما أدري صرت فايض دمع وما تذكر دمع نازل من زمان من رحيل الوالد النور يشع بقلب كل من شافه ويعرفه سواء ملتقي به أو سمع عنه سمع وحي ذكره دايم بما أستطيع أني وإخواني وكثيرين الربع يل رحت مرحوم يل رحت مرحوم واسمع ما حشيت واكره أنا الكذب والله والطمع عقبك أنت ووالدي وخمسة معاك من بعدكم ما شفت أحد شلع من بعدكم ما شفت أحد شلع وشريان داعش كثير إعزاز الغالي شريان داعش كثير إعزاز الغالي وما زاد بس الكره والحقد والغلي حاولت أبعد مساوى الروح والغلي لكن قلب انهضم يا فلان ألا انته لأنك أصيل وشهيم مو شيخ قال انت الموت ما راضي بياه تشان ألا انت قام يتخير يريد الزين والغالي الله قام يتخير يريد الزين والغالي صح الله لسانك تعيش وتسلم بارك الله بك أخوي محمد موفق إن شاء الله نحول المايك لأخونا غانم العبيدي إيه غانم قصيدة نعم إلى والدي محمود نعمان يستاهل والله وتحياتنا إله وقبلها بيتي أنا عتابة نعم أقول أبوي ظل يعز الضيف لا جاه وبد ما ينقصه لا نسب لا جاه لا جاه فدا روح الصديجة بيوم لا جاه ملقى حار بيام والنعم 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 والحالك مالك زور وابوي بنوب ما عندي شي أباه ولا الضيف اللي يجيه ايش عنده يا باه اها يا لو مسنا مرض بصحنا يا باه نطيب بدون ما ناخذ دواء يا باه والقصيدة نبطية نعم ابغى سولف عن شخص طبعه حنين وابغى اكلمكم علي بافعاله نعم لو غاب عني ابقى كل عمري حزين ولو زعل ابكي اظل وانعى لا عز الله ما هو بشيخ بس يسوى شيخين ويسوى كثير شيوخ بس عقاله كل الخلق من تذكره دوم بالزين ما يعز روحه بنوب على اللي جاله ولو جاه ضيف لو جاه ضيف يذبح الوحده واثنين كله لجل خطاره جاني حلاله والنعم ما عليك زود وعينه وقلبه دومهن على المساكين ودومه على المحتاج يكرم بماله ويترس مكانه بجلسته في الدواوين وتشهد عليه امامه وكل خواله والصيدلة والله ما يطقها مرتين من اول رصاصة يصيدها ومد خطاله وعنده سوالف تدخل القلب ويلين كأنه حكيم في الكلام اللي قاله وزارع بقلبه الطيب مثل البساتين عنده قلب ما ينوصف فيه جماله وتراه يلي كلمتكم عنه الحين هو أبوي يصير وإحنا عياله والنعم 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 يوصيني دوم ويقول لا تنطلب دين أي. بجنازة المديون ما حد مشاله ويقول لي احذر صاحب له نيتين لانه تراه يغدرك لا محالة اي والله وبالك تكبر على البشر كنا من طين حيش سامع لأن التكبر من صفات النذالة نعم وبالك تكبر على البشر كنا من طين لأن التكبر من صفات النذالة وبعض البشر وياك كلهم ضحوكين ولو درت وجهك وصفوك برذالة أيابا وخاوى الإسباع ولا تخاوى الرديين خاوى الأسد بعدين خاوى إشبالة وقلل الهرج بمجلس فيه حكيمين واللي يسألك جاوب قد سؤاله ولا تاخذ الحكمه من المجانين موكو مثل خذ الحكمه من افواه المجانين لا تاخذ الحكمه من المجانين خذها من التنقال فيها الامثال نعم ولو ردت تاخذ من نصايح حكيمين خذها من ابو غباش واسمع اقواله الله الله بيوم رؤيا سعد بالساعه ثنتين بمطلع قصيده وحط عليها الجماله وفيها وصايا تدل درب التايهين امشي عليهن ما تعيش بضلاله وصلى الفروض الخمس واجتفها اليدين
اللي فرضهن ربنا الله تعالى. واخر كلامي اختمه في كلمتين، صلوا على من جاب لنا الصلاه والسلام. الصلاه والسلام. الله يحفظك سيد الوالد، واحسنت، بارك الله بك يا اخوي غانم، مبدع كنت ومتالق، تعيش او تسلم. نعود قبل الختام الفنان عمر شاهين، يعني سمعنا من عندك لوني تشوبي، يعني هسه ختاميه، الختاميه راح تكون يمك يا اخوي عمر. اكو انا طبعا يشرفني شغلني لكم، يشرفني الله يسلمك يا بعد عمرك، وجمهورنا الغالي واصدقائنا اللي يتابعون قناتكم طبعا يطمعون بالاكثر والاكثر. اي والله. طبعا اكو اغنيه هي قديمه، اسمعوا شو يقول عزاء والملالي، سافن كبودي على فراق الغوالي. نعم طبعا تحياتي للشعراء، الشاعر اخويا وصديقي وحبيب قلبي الشاعر على الغثوان، والاخ والصديق طبعا يقول لي لا تقول الشاعر، اي الاخ والصديق طبعا صباح الرجاء من المسحق، تحياتنا للمسحق، كفو منهم والله، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرحم شهداء المسحق. امين يا رب، وان يرحم شهداء العراق جميعا. بارك الله بك يا اخوي. الاغنيه اسمعوا شو يقول عزاء والملالي على جورجينا يا سمعه. اسمعوا شي يقول عزة والملالي، سفن كبود على فراق الغوالي. اسمعوا شي يقول عزة والملالي، سفن كبود على فراق الغوالي. اسمعوا شي يقول علب سن عباي، ريدنا نغض البصر خماني باية. لا اي والله خماني باية. اي والله. يا جماعة بحسن هني سبن سباي، يا جماعة بحسن هني سبن سباي، واليسحر اللي توار برم العالي. اسمعوا شي يقول عزة والملال، سفن قبود على فراق الغوالي. الله الله بطل اسماعيل. اسمعوا شي يقول على لبس الحصر، فارقات الصدر بالوسط نهر. علي شوف عيونهن يفقد شهر، ويتذكر قبل ايام الخوال. اسمعوا شي يقول عزة والملال، سفن كبود على فراق الغوال. اسمعوا شي يقول عالفاتن رفوف، من حسن هندخن الدكة تطوف. ظل عليهن هالقلب دوم ملهوف، كالحمام اللاح من فوق المعالي. اسمعوا شي يقول عزة والملال، سفن كبود على فراق الغوالي. وصيد عزة والملالي. اسمعوا شي يقول عالفاتن سرب، من هواه انتيهت حتى الدرب. اي والله حق. ما
مدري هلك راد مدري من عرب كل حمام اللاح من فوق التوالي اسمعوا وش يقول عزة والملال سفن قبودي على فراق الغوال سلام الشافت عيوني هناك يلهي لك ويجنن الناس المعاك محمود شو صافن ومدرش بلاك صاف صاير من هذولاك الملالي اسمعوا وش يقول عزة والملال سفن كبودي على فراق الغوالي خاف صاير من هذولاك الملالي تعبوني وعدسات عيون تسوى نظللا فوق الجفون وين اخوتكم انشادم تفزعون شغل لي زر وتركن خيط الحفالي اي والله كله علي زر اسمعوا وش يقول عزة والملال سفن قبودي على فراق الغوالي رافعات صدور هني للحنج وللكلام ما يعرف شنهم قدارة تشج يا كل كنت تاكي من تزهل ليالي اسمعوا وش يقول عزة والملال سفن كبودي على فراق الغوالي اسمعوا وش يقول عزة والملال سفن كبودي على فراق الغوالي يا تعيش تعيش حقيقة عزاوي الملالي على هذا الحج صنفوا بنات هالوقت راح يزعلن من عندنا يا أبي الله يحفظكم إن شاء الله ويديم عليكم الابتسامة شكرا أخوي إسماعيل الجبوري سمعة المعروف باسم سمعة حقيقة كان مبدع وجمل الجلسة وهذه الحلقة بالأنامل الذهبية كل الشكر والامتنان إليك شكرا لغانم العبيدي شكرا أخوي محمد الصالح وكل الشكر والامتنان لك اخويا عمر الشاهين الشكر لك وللكادر اللي وياك اللي الابطال اللي خلف الكواليس الله يحفظك للشباب الموجودين خلف الكواليس حياهم الله لبنت كريت اللي رافقك والشباب البيضه ابو سلمان والشباب العلم يعني العلم مدينه الابطال تحياتنا لهم مدينه الشهداء مدينه الصمود اي والله اهلنا الكرام مدينه الفخر والنعم نفتخر احنا والله نشهد لهم ونقول عمامنا العلم وهن العلم نفتخر بهم اي والله فتحياتي لك الله يحفظك وتعيش وتسلم بارك الله بيك نلقاكم على خير ان شاء الله الى هنا نصل واياكم احبتنا مشاهدي قناه سامراء الى ختام حلقه هذا اليوم باسم مشاهدي البرنامج نقدم كل الشكر والامتنان لضيوف الاعزاء اللي رافقونا طيله هذه الجلسه تقبلوا تحيات كادر العمل وانا محدثكم محمود الدهيمه نلقاكم في الاسبوع المقبل ان كان في العمر بقيه في امان الله